ارحل يا جابر لا يمكن أن يكون شعار ولن يكون، باختصار لأن موضوع التعاون والتعامل معك يا سمو الرئيس أصبح مستحيلا ومتفق عليه. فأي حر لا يقبل أن يكون رئيس وزراء بلده لا يملك قراره ولا لديه قدرة على إدارة وزرائه. نحن اليوم نقدم حلولا جذرية ومتكاملة تجعل منها حلولا جذرية تجعل من إبعادك وإبعاد الطريقة التي تديرون فيها البلد أمرا واقعيا وحتميا. فليس أمامنا ولن نتوقف حتى نصل إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة. الكلمة الآن للأستاذ مبارك الوعلام فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بداية أنا أحب أتقدم إلى الأخوة في نهج على هذا التجمع وعلى هذه الجمعة الطيبة، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل لكل هذه اللحى الكريمة اللي شرفتنا اليوم في ميدان الرجال وميدان الفرسان، اللي أسقط حكومة الفساد واللي أسقط مجلس الغبيضة. يمكن اليوم احنا يوجد في صدورنا بعض القلق، بعض التوتر، ولا حشاكم من الخوف. يتساءل الواحد ليش؟ لأن أمام مستقبل مظلم. نجتمع اليوم ويشهد الله يا أخوان لأجل الوطن، نجتمع اليوم لأجل الكويت، نجتمع اليوم لأجل الكرامة والعزة، ما نجتمع لأجل كرسي ولا مصالح ولا مجلس. والله الذي لا إله إلا هو لا قام ولا قعد عند مجلس الأمة، وإحنا ضحينا فيه قبل ونضحي فيه الآن. لمن يردد مصالح وحصانة، شايفنا مهربين حشيش حنا ولا شنو؟ حصانتنا الجهة الطيبة وكرامتنا كرامتهم، ونوقف اليوم نضحي بكل هذه المجالس، مجلس الغبيضة واللي غيره، إلى أن ترجع كرامة أهل الكويت وإلى أن يحترموا العقد اللي بيننا وبينهم. إحنا نوقف اليوم لأجل الكويت، وحتى ما يكون ما جرى سنة 1990 يجري الآن. أنا بنقلكم لمشهدين وبعدين بختم برسالة إلى حضرة صاحب السمو. خلنا نرجع شوي وراء عشان تعرفوا، نتكلم عن قصة بلد، عن مشوار رواه الرجال الأحرار في البحر بعرقهم، وصلوا الهند، وصلوا أفريقيا على مراكب خشب صنعوها على هالسيف. صنع التاريخ البدو على صهوة الخيل وعلى تخضيب السيوف دفاعا عن الكويت. هذه معادن أهل الكويت، ما خضبها ولا سجلها اللي راح حق المندوب البريطاني قال احنا ما احنا رعايا الكويت، اللي دمه وعروقه ما زالت تنبض حق طهران واصفهان والبصرة. احنا عروقنا الكويت، ما وقفنا يوم من الايام طلبنا انضمام السعودية ولا ايران ولا البصرة، ضحينا بعياننا ودمنا لأجل بلدنا. لمن يشكك بأجندات خارجية، أجنداتنا هي أجندات العزة والكرامة، مصلحة أهل الكويت، ما هي أجندات موضي علف والأقرع الدجال وعميد التعاسة وياهم. وغربلكم الله يا بعض الأسرة، ما لقيتوا إلا هذولا؟ ما لقيتوا من أحرار الكويت والرجال يدافعون عنكم؟ لكن كفوكم يلي توقفون وياهم، كفوكم التافه والخبل والسفي اللي بيطقون الكويت بالقوات الخاصة. والله قنعكم بركة موضي علف وربعها. احنا ربعنا الاحرار شروا الجهة الطيبة اللي قدامنا، هذول هم الرغم الصعب وهم المعادلة الصعبة في كل شيء، حتى في تحكيم حكامنا بالكويت. يوم كان 1990، بنرجع شوي وراء، نرجع بذاكرتنا اللي لحق عليها واللي ما لحق نذكرها اليوم. كان ترقيح الدستور، كان تعطيل الدستور، كان التعدي على المال العام، كان ضرب رموز أهل الكويت أحمد الخطيب والمنيس رحمة الله عليه، وكان تلفيق التهم حق شرعان وغيره، وكان التعدي على المال العام أزمة المناخ، والكل يعرف ما هي أزمة المناخ، وكان الارتماع بحضن النظام العراقي. إيش كانت النتيجة؟ وكان ضرب الكويتيين وضرب كرامات الناس.
ترى حفرة نزال المعصب رحمة الله عليه تشهد بالفروانية يوم ضربتم أهل الكويت فيها، مسجد الدوالة يشهد لما استخدمتم القنابل الصوتية والدخانية والرصاص المطاطي ضد أهل الكويت والماء الحار، ترى ما نسينا. وبعدين شنو؟ فشلكم الله وانتصر الشعب وحطيته المجلس الوطني وراحت الكويت نتيجة سياساتكم ضاعت. لو كان هناك أجندات خارجية وكان هناك نوايا ثانية ما في أحلى من 1990، كان قلنا ما نبي الصباح، قلنا لا لا يمكن إلا أسرة الخير، وتمسكنا فيكم. وكانت البيعة الأولى سنة 1990. هذا شعب الكويت، هذا الرغم الصعب اللي لازم تعرفونه. وردعتم بعد 1990 وردت حليمة العادة القديمة. احنا نحاكي ونخاطب اليوم كل عقل نير من اهل الكويت، كل شرفاء اهل الكويت، اما من رضى ان يكون صبي وخادم وعبد كيفه، لكن احنا نقول ونربع بالشعب الكويتي كلهم احرار وعيال احرار. نعم شعب صغير لكن سجلنا بطولات وملاحم عجزت عنها شعوب كبيره وعظيمه، سجلها اهل الكويت، سجلها اهل الكويت. عيال الرجال اللي فيهم خير يا خلفان، ما سجلها اشباه الرجال. ضحينا على صغرنا، وقفنا بوجه النظام العراقي ورجعنا أسرة الخير يوم انحاشة ورجعناهم، وقلنا نتمسك بالعقد، نتمسك بالدستور، وشدينا عليه ووقفنا عليه. نقول هالكلام ويعلم الله ما هو لمصلحة خاصة، لكن نقول هالكلام لأهل الكويت ومستقبل أجيالنا وعيالنا. نبي كل شيء جميل، نبي مستقبل، نبي تنمية جيدة، نبي مال عام نحافظ عليه. جت بعد سنة 1990 شو اللي صار؟ طقيت المواطنين بالصباحية ونزلت المدرعات على العوازم، واقتحمت دوانيات العز والكرامة دواوي العوازم، واقتحمت دوانيات المطامة بصباح الناصر. على بالكم القبضة الأمنية هي اللي بتفيد، واستعنتوا بالقوات الخاصة، وطلع الخبل يهدد الجيش والقوات الخاصة والحرس الوطني بالطقة أهل الكويت. أنت بالألفية الآن، ما أنت قاعد في مجتمع غال، افهم واعرف الشعب هو الاساس في كل شيء. وكانت الطامه الكبرى الاعتداء في ديوان الحربش على ممثلين الامه وعلى الشعب الكويتي، وهديت كل نكره وكل تافه لضرب كرامات الناس. احنا نقول هالكلام لان صادقين مع انفسنا، وصادقين مع المبدا، وصادقين محبه لبلدنا، ومحبه ايضا لاسره الخير اللي لا يمكن ان نرضى بديل لها. ما نقول عندنا نية ثانية، ما نقول عندنا أجندات ثانية، أجندتنا واحدة، تمسك بالدستور وبالعقد ومحبة الأسرة. لكن ارجعوا للعقد، تعديتوا على المال العام وأهدرتوا ميزانيات الكويت بين كل نكرة وكل غبيض وكل تافة. مجلسنا اعتديتوا عليه ودنستوه ووسختوه يا سلطة ويا أبناء الأسرة، وشوهتوا هالمؤسسة الجميلة اللي نفتخر فيها بالعالم كله، واللي نقول عندنا مساحة من الديمقراطية نمارس كل الحرية فيها. شوهتوها وسخرتوا كل وسائل الإعلام وندل على شيد على قبائكم لضرب الشرفاء. العالم اليوم وسائل كثيرة، تويتر خلال ثانية الخبر بأمريكا، وسائل إعلام عالمية ودولية تنقل الخبر. وين قاعدين أنتم؟ وين قاعدين؟ مزرعة على بالكم ولا عزبة؟ ولا فاكرينها سيد وعبد؟ الكويتيين احرار ما هم عبيد عندكم. عطناكم هالبيع احترام ومحبه، احترموه احترمونا. هني يكون الموقف بيننا وبينكم، ما هو الاستهانه بالعقد. دشيتوا على مجلسنا مره عدم التعاون واستهانه بكرامه الامه واراده الامه، ومره اخرى بضرب الوحده الوطنيه، ومره اخرى خطا اجرائك انها شركه ولا مؤسسه ولا بقاله ما فيها جيش ولا فيها قانونيين ولا فيها ناس تفهم تدرس القرار وتعرف ابعاده قبل لا تطلعه. واقحمتوا القضاء حتى بدانا ننظر الى المؤسسه القضائيه نظره ريبه، واحنا اللي نفتخر دائما بقضائنا ومرجعنا بعد الله القضاء. شككتونا بكل شيء جميل، كل نكره وكل تافه هديتوهم علينا ينبحون. وين قاعدين انتم؟ تعتقدون الناس تبع لكم؟ تعتقدون ما في احرار ورا في رجال تتكلم وتقول الحق؟ تعرفون الشعب، تعتقدون الشعب الكويتي غبي؟ والله اذكى منكم ومن موضيكم وربعكم اللي وراكم كلهم.
اليوم يتم التعدي على سيادة الأمة وكرامة الأمة ونقض للعهد. دشيت ودخلت القضاء بخطأ إجرائي ولفيته. شوف الحيلة، الذكاء ما شاء الله، الذكاء. تضحكون على الناس. رديته بالطريقة الثانية، والله الدوائر والأصوات، لا، مدخلها الرئيسي والطبيعي والشرعي قاعد عبد الله السالم. مو أنتم تصلون على كيفكم عشان تسقطون الأحرار. إحنا نوقف هالموقف ما هو عشان الأعضاء ولا عضوية ولا عشان أحمد السعدون ولا مسلم ولا فيصل ولا الوعلان ولا كان من كان. نقف هذا الموقف لأجل الكويت اللي هي أبدأ منا كلنا، لأجل بلد الخير، ونقول هالكلمة. وخلي الأصوات توصل واضحة لمستشارين السوء اللي ما يبحثون إلا عن مصالحهم الخاصة، وأي قرار يتعارض مع مصالحهم ينسفونه ابتداء من السجان وغيره. واللي اليوم يطلب استقالة، حنا ما حنا معترفين فيك أصلاً، أنتم مجلسك وياك مو معترفين فيه. هذا المجلس اللي ركله كل أهل الكويت رفسوه، قطعوا منك برا التاريخ، ولبى النداء حضرة صاحب السمو. أنت ما جمعت لك أمس 5 أعضاء جاي اليوم بتجمع عشان استقالة النواب. روح دور قبيتك، حتى قبيتك ما حضروا وياك. الرسالة الأخيرة واللي أود أختم فيها، أنا من الناس أؤمن أن التاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه. ما حدث في التسعينات وضاعت الكويت الآن نراه. لما كان تفجير النفط، لما كان تفجير المقاهي الشعبية، لما كان تفجير موكب حضرة صاحب السمو جابر الأحمد، لما كان الاعتداء على أهل الكويت كلهم، كان النتيجة الغزو. نفس الأبواق وان اختلفت الوجيه، اليوم تتكرر. لما كان خطف الجابرية والكل يعرف شو اللي صار بالجابرية وكاظمة، لما قتل الدبلوماسيين الرفاعي رحمة الله عليه بإسمانيا، لما قتل الخالدي في الجابرية، لما رمي واطلق النار على الجناعي بالطيارة ولليوم ما يسمع، لما تم الاعتداء على كرامة الشعب الكويتي، الآن تعاد نفس العملية ونفس الأدوار ونفس الأشخاص. ويشككون بوطنيتنا. وطنيتنا لوناها بالحمر دم الأحرار اللي ما تعرفه ولا تشعر فيه، وسجل أهل الكويت حضارها وباديتها. الولاء المخلص، هذه وطنيتنا اللي سجلناها. اليوم التاريخ يعيد نفسه. يا صاحب السمو، رسالة وهم لأجل وطن ولأجل بلد. الأمور من سيء إلى أسوأ يا صاحب السمو. يا صاحب السمو، أنت قائد مسيرتنا، من يقول غير هذا الكلام كذاب ومرفوض أبدا. كلنا محبة وولاء لكم يا أسرة الخير، وعلى رأسهم أنت قائد سفينتنا. يا صاحب السمو، مستشارين السوء، وخلي يسمعونها الآن. من هو الأساس غير الشعب؟ سمعوني يا ربع، من هو الأساس؟ من هو الأساس؟ خلي يسمع مجلس الأمة، خلي يسمع قصر السيف، خلي يسمع قصر بيان، خلي يسمع المستشارين، الشعب اللي ارتضاكم حكام. تكرار المعطيات يؤدي إلى ثبات النتيجة، وهذا اليوم اللي نقوله ونحذر منه يا صاحب السمو. يا صاحب السمو، الكويت أكبر منا وأكبر من كل شيء. يا صاحب السمو، نقول هالكلام لأن بقلوبنا قلق وبقلوبنا حسرة على بلدنا اللي نشوفها الآن تنهار على كل الأصعدة، على المستوى الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، كل المنحيات. البلد في انحدار، وإحنا ما ينقصنا أي شيء، أقلة ما ينقصنا أي شيء عن الخليج اللي بنوا بلدانه. لدينا المال، لدينا مساحة نهتم وكثير نتحرك من خلالها، والديمقراطية ودستور نفتخر فيه. لدينا شعب وفي، قليل أن يتكرر في كل بلدان العالم. يا صاحب السمو، الكويت أكبر من طموحات مشعل أحمد. يا صاحب السمو، الكويت أكبر من تطلعات ناصر محمد. يا صاحب السمو، الكويت أكبر من خجل جابر المبارك. يا صاحب السمو، الكويت أكبر من تكتيكات أحمد الفهد. يا صاحب السمو، الكويت أكبر من مؤتمرات محمد العبد الله. يا صاحب السمو، الكويت هي الشعب اللي يحبك ويحب الأسرة، اللي يسألون كل خير، يسألون أن نتمسك بعقدنا وثوابتنا الدستورية ومكتسباتنا وإرادة الأمة. يا صاحب السمو، ضحى أجدادنا وضحينا ومنضحي حق الكويت، ولن نرضى عنكم بديل. لكن أنت
يا صاحب السمو يا والدنا بقلوب محبة وليست كارهة، بيدك كل شيء أن يكون هناك انتخابات بنفس نظام الدوائر وبنفس نظام التصويت، والفيصل مجلس الأمة ردوها صوت 10 10 20 50 بس الأمة. هذا المدخل الطبيعي. ما نعول على كل مستشاري السوء والخبل وغيره، خبر واجد ما شاء الله، وعميد التعاسة اللي طالعنا يطبل ويكذب وغيره. الكويت ورسالتي الأخيرة، لما حذرنا اليوم نفس المعطيات، اليوم من تآمر قبل على الكويت يتآمر عليها اليوم من خلال شبكات التجسس، من خلال دعم إيران، من خلال دماء طاهرة تسيل على مدار الثانية عند أخوتنا في سوريا، نسأل الله لهم الفرج. ما نرضى أي صعلوك وأي خان يطلع صوته مؤيد لنظام بشار ونظام الملالي في طهران، لا يمكن أن نقبله. إحنا أحرار ورجال أحرار يا صاحب السمو، ودمنا عربي نقي، ما هو مزيف ولا ملوث، ما نخنع إلا لله سبحانه وتعالى. ورسالتنا لك يا والدنا أن يعدل هذا الإعوجاج اللي رافض الشعب الكويتي، لا يغرك المطبلين، لا يغرك مستشارين السوء، انظر إلى الأحرار اللي ما لهم مصالح وعندك كل المعلومات صغيرة وكبيرة، وتعرف يا صاحب السمو إذا لنا أجندات خارجية ولا لا. أجنداتنا الخارجية والداخلية هي محبة الكويت ولا أنا لها. نسأل الله التوفيق وأشكركم وأرجو أن لا أكون أطول.